يا من تخاطبه روحي وتعشقه متى أراك، أما للمنتأى أمد، أغالب الدمع والأجفان تقذفه، وأخمد الجمر والنيران تتقد يدي من الدمع كالياقوت أخضبها، فليس تشبهها في العاشقين يد. للعام 2015، الليلة مخصصة لإبراز وتسليط الضوء على الثقافة اليمنية في المهجر، حيث ستبدأ نانار الآن بسلسلة إقامة أماسي مخصصة للجاليات العربية، منها الجالية العربية اليمنية والجالية العربية السورية والفلسطينية والصومالية والسودانية أيضا. برنامج نانار الثقافي برنامج متنوع ويسلط الضوء على أكثر القضايا اللي تهم المهاجرين في المهجر. وقد بنينا جملة من التعاون المشترك بين مختلف الجاليات الموجودة في مدينة مالمو، ومنذ قرابة 4 أشهر ونحن نخطط لهذا المشروع الثقافي. وتكلل اليوم بنجاح باهر والحمد لله، فقد حضر عدد الحضور كان يوازي أو أكثر من 200 شخص بين امرأة ورجل وطفل، وهذا بحد ذاته إنجاز أن إحنا كجالية عربية متواجدة في المهجر. الدكتورة أسيل العامري، مجلة نانار الثقافية، السويد مالو. önskar jag er välkomna hit ikväll till Nanars första kulturkväll 2015. Vår ambition är att tillsammans sprida kunskap om olika kulturer. Detta kräver ett stort engagemang och ideellt föreningsarbete. Och jag vill tacka Asil och hennes team som gör detta möjligt. Vi har arbetat länge tillsammans och jag har sett det stora arbetet som hon tillsammans med Nanar-gruppen gör. Med detta tackar jag. Hoppas ni får en trevlig kväll. الصديقات والأصدقاء، في ليلتنا هذه سنبدأ برنامجا مغايرا عما رأيتموه سابقا، حيث سيحفل برنامج مجلة نانار لهذا العام بالجديد والمهم، حيث ستكون ليالينا مضاءة بأسماء النجوم العاليات في سماء الأدب والفن والإبداع. تنطلق هذه الليلة التي حملت عنوان ليلة الياقوت الأحمر رمزا للثقافة اليمنية التي أهدتنا أسماء لامعة في فضاءات الإبداع كلها، ومنها فضاء الشعر الذي نحتفل به هذه الليلة. الصديقات والأصدقاء الأفاضل، اليمن تلك البلاد السابرة بالعمق الحضاري المغلف بالأسطورة والجمال والتاريخ ورائحة البخور الزكية،
ستكون اليوم حاضرة هنا بجمالها ولغتها وجمال وشخوصها وموسيقاها، وستكرم مجلة نانار بهذه المناسبة الشاعر اليمني الكبير الدكتور عبد الولي الشميري الذي سيمثله وفد رفيع حضر من المملكة المتحدة ومن اليمن ومن مصر، وهم كل من الأستاذ منصور غالب عبد الفتاح عميد الجالية اليمنية في إنجلترا، الأستاذ عبد العالم الشميري رئيس تحرير مجلة صوت اليمن، الأستاذ المهندس تقي الدين الشميري نجل الشاعر الدكتور عبد الولي الشميري، الأستاذ رمضان محمد مدير مكتب الدكتور عبد الولي الشميري من جمهورية مصر العربية. نرحب بهم أجمل ترحيب في ليلتنا هذا، ونشكر لهم تجشمهم عناء السفر والحضور إلى السويد. فأهلا ومرحبا بهم وبكم أيها الأصدقاء مع منهاج حفلنا لهذه الليلة. سنبدأ أولا بكلمة لرئيسة التحرير مجلة نانار الدكتورة أسيل العامري، فلتتفضل. مشكورة. وجئتك من سبأ بنبأ عظيم، منذ بداية الحكايات حيث الحضارة والملك تتربعه امرأة تضيء بعرشها ليالي البلاد وسهولها، وحيث يسترق إليها الهدهد السمع والبصر ويبهر به خبر الله. من هناك كان السيل العرم، من هناك ظهرت القليس، حماها فيلة كالجبال يصرخ بهم إبرهة الأشرم، من هناك جاءت الطير الأبابيل لتحيل أحلام الطغاة إلى عصف المأكول، من هناك كان قصر غمدان تزأر فيه الجن وتحلق فيه النسور، من هناك قدمنا فكانت الحكايات، من هناك كان ضيفنا الدكتور عبد الولي الشميري وهو ينشد: أنا من تعز وهذه أوراقي شهدت بأن الحب في أعماقي، أنا من تعز مدينتي وعشيقتي وبها عرفت بسيد العشاق، ليحط بأوراقه في ليالي نانار وهي تضيء في جوف العالم البارد. الدكتور عبد الولي الشميري الذي تحتفي به اليوم مجلة نانار والذي يعتبر رمزا للثقافة اليمنية، ليس سفيرا كباقي السفراء يوقع الأوراق ويتفقد أروقة الدبلوماسية المخملية، إنه اختار أن يكون سفيرا لحضارة بلاده الموغلة بالقدم، وليذكر العالم أن هناك بلادا خلق الله تعالى الجمال فيها وتركه وحشيا يأبى الركوع والتطويع، إنها اليمن السعيد أيها السادة، فانتبهوا لها. هكذا كان ينادي عبر سيل من الدواوين والكتب والمقالات: إنها اليمن أيها العالم، فانتبه أنك في حضرة التاريخ والأساطير والعقيق وبلقيس أجمل الملكات. إننا اليوم أيها الأصدقاء أمام نشاط من نوع جديد لمجلة ثقافية تصدر بلغات أربع تعكس صوتنا العربي والكردي لأوروبا والعالم. نشاط مجلة منار جاء بمعاضدة ومساندة الأصدقاء اليمنيين، متمثلة بنخبة من الأصدقاء الذين نتمنى عليهم الاستمرار بتفعيل نشاطهم وتقديم الأجمل والأبهى دائما. شكرا لضيوفنا الأكارم الذين تجشموا عناء السفر ورحبوا بالدعوة، والشكر موصول لكم ضيوفنا وأنتم تساندون نانار منذ انطلاقتها وفي جميع لياليها. أشكر شكري الكبير للفنانة التشكيلية منى الصالحي لجهودها في تصميم ديكور القاعة،
والفنان الدكتور حميد الجمالي لدعمه الفني الراقي، والفنانة المتألقة سراب وفرقتها الموسيقية، والفنان حيدر الفتلاوي مدير مكتب الفضائية العراقية في اسكندنافيا، وعريفة الحفل ليلى عبد، والإعلامي المميز رعد اليوسف المشرف العام على شبكة الإعلام العراقي في الدنمارك، وجميع أخوتي وأخواتي في مجلة ننار على جهودهم الكبيرة في إنجاح هذه الليلة، مع أمنياتي لكم جميعا بأمسية ممتعة. دمتم لنا أحبة. مساء الخير الضيوف الكرام، الأصدقاء الأعزاء، المشاركون، السيدات والسادة الحضور، الزميلة رئيسة تحرير مجلة ننار. إن هذا لحظة خاصة أن نلتقي هنا في انطلاقة موسم ننار الثقافي لعام 2015 في رحاب هذا المكان الذي التقينا فيه السنة الماضية. وبذلك فإن أمسيتنا هذه مناسبة فريدة للقاء كأصدقاء. أرحب بكم باسم المجلة وباسم استوديو فريمياندر وباسمي شخصيا، وأعبر عن اعتزازنا الشديد باستجابتكم لدعوتنا للمشاركة معنا في أعمال هذه الأمسية الثقافية. وفي هذه المناسبة استذكرت ما سجله عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ العربي الأول عن الحملة الفرنسية في على مصر 1798، راصدا أبعادها وتجلياتها، وكانت أخباره عن البعد العسكري للحملة تتزامن مع أخباره المتصلة بالبعد العلمي لها، الذي تمثل في رصده لأنشطة فريق من العلماء والدارسين والباحثين. وإذا كانت كتابات الجبرتي تشير إلى بدايات الصدام بين الذات العربية الإسلامية وبين الآخر الأوروبي في الأزمنة المعاصرة، لتثير بالتالي إشكالية الهوية على المستوى الحضاري التي تتجسد في صدور الجبرتي، عن رؤية خلاصتها أن تلك الحضارة الوافدة تشكل نموذجا ينبغي الأخذ به من أجل الوصول إلى تقدم علمي. وما زلنا حتى يومنا هذا نناقش إشكالية الحداثة والتقاليد والبحث عن الهوية في زمن التواصل الثقافي والصراع الحضاري. ويأتي إصدار المجلة، مجلة ننار، قبل سنتين في وقت كنا وما زلنا بأمس الحاجة إليه، إلى تشجيع التقارب والحوار بين الثقافات ومد جسور التواصل والفهم والتفاهم والتسامح بينها. إن مجلة ننار تقدم لنا نموذج بداية لعمل يحتاج إلى كل دعم ومساندة منا جميعا. وترتبط المجلة بالمجتمع ومؤسساته من خلال الأنشطة اللامنهجية المتمثلة في إقامة الندوات والمحاضرات العامة التي تتناول موضوعات تهمنا وتهم المجتمع الذي نحن جزء منه. إضافة إلى ذلك، فإننا نار والمشرفون عليها يتطلعون إلى تقديم المزيد من العطاء لكم وللمجتمع من خلال هذه المجلة وهذه الندوات الثقافية، واستحداث برامج تطمح إلى التكيف مع معطيات جديدة، باعتقادي أنها تمثل نقلة نوعية في زمن التحديات الصعبة التي تعصف بنا اليوم. ومن هذا المنطلق فإننا نار تعمل نحو مجالات وجهود مماثلة ومجالات غير مفروقة بعد،
تركز على جوانب ثقافية وأدبية وتاريخية ومجتمعية مختلفة. ومن بين هذه النشاطات، إضافة إلى نشاط هذه الأمسية، النشاطات المستقبلية، أذكر الأمسيات المخصصة للثقافة السورية والفلسطينية والصومالية. فدعونا نتذكر هذا اليوم وهذه الأمسية كمناسبة شخصية لكل منا نلتقي فيها كمؤسسين ومساندين وباحثين من أجيال متعددة وجنسيات وإثنيات مختلفة. فمنا المسلم والمسيحي والعلماني والسويدي والصابئي والكردي والأرمني والعربي، مشكلين معا فسيفساء التنوع المتسامح يجمعنا الاهتمام الواحد باللقاء تحت مظلة التنوع والتعدد والاختلاف والاعتراف بالآخر وبحريته والحب المشترك لبلد جمعنا بعيدا عن تربة الوطن فأصبح وطننا وبلدنا الطيب. واسمحوا لي أخيرا أن أقرأ عليكم ترجمة عربية لقصيدة الشاعرة السورية بوذي مانستن ميتلانج إرينت ميتلانج، والتي قمت بترجمتها مع الصديق الشاعر جليل حيدر، والتي صدرت عن دار جلجامش والمؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت ضمن ديوان بورتريه للملائكة الشعر السويدي الحديث. بلادي ليست بلادي، بلادي ليست بلادي، هناك حدود لكنها ليست هناك. قريتي ليست قريتي، وليست المزرعة مزرعتي ولا الخراف. بنعمة أعطيت ملجأ وبنقمة أخرجت. أحضر الحبيبة في الحظيرة في نور القمر، وحقولنا زرقاء، إنها ليست حقولنا ولا زرقائي، ولا القمر قمري. لا مطالب لي، لا مطالب لي من السماء، ومع ذلك فإنهم يهاجمونني. الأرض هذه ليست أرضا. امرأة تنزل من الجبل مع أكياسها البلاستيكية، طفلاها التوأم ماتا من شدة البرد في شباط. إنها تنظر في الكاميرا، أثلجت ولا حليب هناك. بلادي ليست بلادي، بلاد ما بين النهرين، يمتلن كوزوفو، أثلجت فولدت. فجأة ولدت، طردت، ليست بلادي. تلك الأكلام المتجمدة والجبال، الثلج الأبدي كما كان منظره هناك حيث كنت طفلا. هكذا هو الحال. هناك موطني مبعدة وعلى القطار حاملة كيس برتقال، لا أعرف نفسي بعد الآن. ذلك الموطن لا يرى ولا السماوات. تركت الدمية بلا أذرع أو سيقان، حتى أن العين ما زالت في خيط الإبرة، وتركت القطيفة. بعثوا بأختي إلى الساحل، أما أنا فلا. لماذا أنا لا؟ عودي إلى بلادي. لا أفهم السؤال. عودي إلى بلادي. اللغة لغتي، لغتهم. هكذا الأمور الآن. هل تفهمين هذا يا بني؟ لا أفهم السؤال. تفهمين؟ المدينة ليست مدينتي، ولا الطريق طريقي. الغرفة ليست غرفتي. صوت الصفير كل يوم اثنين في الضاحية. هكذا هي الأمور الآن.
بين الملوك. عليك أن تتكلمي مثلنا، تري مثلنا. هدفنا هو هدفك، اندمجي. عليك ألا تتنفسي بقوة، كوني مثلنا، وإلا أخرجي من بلدنا. غيري ملامح، بلادي ليست بلادي. وشكرا. سيداتي أنساتي سادتي، طاب مساءكم. عنوان هذه الدراسة كثف هو الباز والآلة، وتحت عنوان الفرعية المكان في قصائد الدكتور عبد الولي الشميري. لعل قراءة المتأنية في أعمال الشاعر الدكتور عبد الولي الشميري تقودنا إلى ملامح مكانية كثيرة تجعل التنقل فيما بينها مدعاة للمتعة والاكتشاف. ورغم أن الارتباط بالمكان هو نوع من الانفعال العاطفي، يكون الزمن فيه استبداليا، وخاصة في الأدب ومجاوراته، حيث يقول المتنبي: إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت والملبوس لم يتخرق. فإن التمسك بالمكان هو نوع من حماية الذاكرة ممن يهددها وهي تشكو من شعوبها. الذاكرة تشبه الزمن وظيفيا واقتصاديا ولا تشبه المكان. ذاكرة الطفل والشاب والكهل تنمو ثم تشحب بفعل الزمن الذي يسبب التقادم، وهو ما يمكن تلمسه في قصائد الشمال ولا سيما قصائده الوطنية. هذا الشاعر الذي انحدر من بادية الشمير في محافظة تعز في اليمن في الوطن العربي، يشكل بمجموعها نوعا من التداخل الذي يصعب تمييزه. فكما موجودة اليمن، كذلك نجد بقية البلدان حتى في عنوانات قصائدي. قصيدة إلى دمشق، تحية إلى لبنان، أنا من تعز بين النيل والهرم، تحية للجزائر، إلى العراق، من مصر غنيت لليمني، إلى آخره. هذه بعض عنوانات قصائدي، حيث تتداخل الوطنية والقومية تداخلا مذهلا. والأجمل من هذا أن الشميري لا يبتدئ قصائده بالأرحب، أنه ينتقل من الخاص إلى العام، فهو ينتقل من الأصل والمنشأ إلى الآخر الذي لا يفرقه أو لا يفرقه عن ذات الأصل الأول. فهو يقول في قصيدته: تحية للجزاء، جبتك من سبل يقينا بأنباء الأواعد والأواخر، بلاد أرومتي وسماء مجدي وموضع فاتح وعرين ظافر. ثم في موضع آخر من القصيدة يربط بين الجزائر واليمن بتعبير واحد فيقول: نعم، أهوى الجزائر مثل حبي لأرض الجنتين وللمعافر. هذا الارتباط المكاني سنجد له تعدد أكثر في قصائد تحدو نفس المنحى، وتأخذ تفصيلا أكبر في الوصف والعشق والولد بالمكان. ففي مقطع من قصيدته المعنونة من مصر غنيت لليمن يقول: من السعيدة من صنعاء من عدن من الحديدة، هل دار تساويها؟ تطفو صور الهوى في الليل هائجة، كم في رباها كحيل العين ساجيد. لا عطر إلا ندى أزهار جنتها، ولا نوادي الهوى إلا نواديها. إن الشميري حينما ينتقل من اليمن فإن اليمن تنتقل معه أيضا، سواء وهو يعمل سفيرا في مصر أو بلجيكا، فقد كانت اليمن محمولة على كتفيه، وكانت الأمة العربية دائما في قصيدته، سواء في تركيبتها أو نسيجها أو في مشاعر أبنائها. وشكلت هذه الميزة سمة بارزة في شعره، أحالت كل خطوات طفولته في البادية إلى رموز خالدة في متن الشعر، يقرأها الناس في مشارب الأرض
ويحس بنشوة الأرض تحت قدمي الشعب، ويحس بتعز مشعة في أبلغ دواوينه. ومن هنا فإن الشاعر استطاع بقوة هائلة أن يمثل ثلجات اليمن ومشاعرها، ثم انعكست هذه في قضايا الوطن العربي وأجوائه لاحقا. فقد شارك الشمالي في فك الحصار عن الرئيس عرفات في بيروت عام 1982 أثناء الاحتلال الإسرائيلي للبنان، فضلا عن مشاركته في حروب الدفاع العربية والإسلامية، فكان بحق معبرا بصدق في نتاجه الأدبي عن نضالات الأمة وهمومها. كنوع من التفجر الوطني داخل قلب الشمالي قاده بالضرورة إلى الانفتاح على مشاكل الوطن العربي. وبقيت مع هذا وهو من حق الشاعر آثار الوطن الصغيرة أكثر تركيزا وتشخيصا في متونه الشعرية. إن المكان لدى الشمالي يأخذ وعدا أسطوريا أيضا، فهو يؤكد من خلال منجزه الأدبي على هذا الجانب معتبرا أن الأسطورة حالة ذهنية أو عقلية مكملة للفكر العلمي، من حيث أنها تتبع أو تنبع من الرغبة في الإيمان الذي يساعد الإنسان على مواجهة الأزمات الكبرى. وكما هو معروف أن القوة المقدسة في الأسطورة شقان متضادان. إذا كان الخطر يهدد السن والرخاء اللذين ارتبط بقاؤهما بكبح القوى التي تهددهما، ومن هنا بأن استخدام الأسطورة في مد الفضاء داخل القصيدة مكن المتلقي من أن ينتج علاقة محددة بين الأجزاء المتفاعلة. ويمكن أن نستدل على هذا الأمر سلفا من خلال تحكم الفضاء الدال لجميع العمليات التي تحدث ضمن الحقل المرجعي لوجهة النظر المتنقلة في أجزاء القصيدة. وهنا نصل إلى النقطة الأكثر أهمية في استخدام الفضاء، ألا وهي ربط الأجزاء وتأسيس العلاقات المحددة، بحيث يتشكل حق المرجعي يكون لحظة قراءة معينة، وهو ما يتعارف عليه نفسيا بلحظة اتخاذ القرار. وهذا التشكل يكون بنية قابلة للإدراك، وهو ما عبر عنه ابن هاين الفضاء هو الوحدة التنظيمية الدنيا في عمليات الاستيعاب كلها. يمكن تلمس تلك الالتماعات في قصائده الوطنية والغزلية، فهو يقول: بلادي يا عراق بلاد مجد، بناها الذكر من ريش البراق. وفي قصيدة أخرى: أتيتك الباز من صنعاء متشحا سيف المعاني وعقدا من لآليها. ومن هنا أنا حقيقة من هذا البيت استبديت عنوان هذه الدراسة. إلا أن هذا شاعر المجهول بحب المكان الوطن بتمثلاته المختلفة، الحديقة، النادي، البيت، الجبل إلى آخره، ظل منحازا للناس وناقما على الأنظمة التي تحكم أولئك الناس، وظل متطلعا لبناء وطن يخفو على السلام والمحبة خاليا من العتات والطغاة، وهو ما عبر عنه في قصيدة غاضبة وحزينة يعبر فيها عن اعتراضه ونقمته الشديدة على تلك الأنظمة التي قدر لها أن تكون مسيدة على رقاب الجماهير. يقول الشاعر في قصيدة عنوانها: ماذا أقول لربي وعند ويلات عصر لست أعرفها إلا بسجن وجلاد ومحتجب، وتشتري بغذاء الجائعين لهم صوتا وقيدا ومذياعا من الخطب. هذا أبو الفتح أو هذا المجاهد أو هذا المفدى وهذا فارس العرب. وفي الهزائم والأعداء تركلنا، فما رأيت حميا أو رأيت أبي. أن الذهاب بعيدا في اكتشاف مكنونات قصائد الشمالي يتطلب وقتا لا تسمح به هذه الأمسية، لكنها ستكون محطة بحث ممتعة لي في قادم الأيام. وشكرا لإصغائكم. مساؤكم مفعم بنكهة القهوة اليمانية، مساؤكم معطر بالبخور العدني وبالفل
والكاذب الشذية. ما أسعدني في أن أكون معكم في هذه الليلة اليمانية والتي ترعاها وتحتضنها مجلة نانار الثقافية تأسيساً للياليا وغماسية ثقافية عربية قادمة. حقيقة عندما وصلت القاعة كنت أعتقد نفسي الوحيد الذي يدري بتاريخ اليمن، لكني وجدت فيكم من زار اليمن وقرى اليمن وسكن فيها وعرف أهلها وعرف ثقافة اليمن أكثر مني، فلا تتوقعوا مني بأن أتيكم بخبر من سبأ، فأنتم أخبر مني. لكن من يسأل عن اليمن في الوقت الحالي فأبشركم أن اليمن رغم العذابات ورغم المآسي التي تعيشها إلا أنها الوردة الحمراء في صحراء العرب القاحلة. اليمن رغم كل المشاكل التي تعتريها إلا أنها شامخة كشموخ بلقيس. السيدات والسادة، إن مجلة نار أثبتت بأنها صوت للوعي العربي، تمثل العرب وثقافة العرب من جميع ومن مختلف المدن والدول العربية بغض النظر عن الانتماءات الضيقة والانتماءات القطرية التي عرفنا نحن بها العرب. إن هذه الأمسية اليمانية والتي تأتي تكريماً لأديب اليمن وشاعرها الدكتور عبد الولي الشميري حقيقة لهي شرف لنا نحن اليمانيين بأن تكون هي نقطة الانطلاقة للأماسية القادمة. نحن في مجلة صوت اليمن في بريطانيا حاولنا أن نكون أو أن نمثل جسراً ثقافياً بين التاريخ البريطاني والتاريخ اليمني رغم المآسي ورغم الخلفيات التي عاشتها اليمن إبان الحرب وإبان الاستعمار البريطاني لليمن، إلا أن استطعنا أن نكون جسراً ثقافياً بين هاتين الدولتين. لكن نانار أثبتت بأنها جسراً بين الثقافات العربية مجتمعة والثقافات الأوروبية. فشكراً لنانار وشكراً للوفد الذي حضر معي ممثلاً للدكتور عبد الولي الشميري من اليمن وفي مقدمتهم الأستاذ منصور عبد الفتاح ممثل الجالية اليمنية وعميدها والأستاذ المهندس تقي الدين نجل الدكتور وأيضاً الأستاذ رمضان محمد ممثل الدكتور ومدير مكتبه. شكراً لكم جميعاً وشكراً لإتاحة هذه الفرصة لنا للحديث إليكم. متمني لكم ليلة سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأتي هذه الأمسية التي تحمل عنوان ليلة الياقوت الأحمر ليلة الثقافة اليمنية كجزء من توجه مجلة نانار الثقافي لهذا العام لانطلاق موسمها الجديد في 2015 لطرق أبواب الثقافة العربية وعدم اقتصار الليالي كما هو سابقا على الثقافة العراقية فقط، وإنما الآن بدأت المجلة تتوسع بإنتاج ليالي جديدة تستضيف بها أسماء ثقافية كبيرة في عالمنا العربي وقدمت منجزا إبداعيا كبيرا، وبالتالي فلا بد من تعريف المجتمع المهاجر هنا بها وأيضا عكس هذا الجانب للسويديين الذين ينظرون لهذه الليالي بنظرة احترام وإعجاب وتقدير وفق ما يراسلون بها. عملية وجود ليالي من هذا النوع لا تقتصر فقط على الجانب الثقافي وإنما على الجانب الاجتماعي، وربما تنظرون خلفي إلى مجاميع كبيرة من النساء والرجال والأطفال الذين يهمهم كثيرا وجود هذه الليالي التي تذكرهم بالوطن الأم وبلغتهم العربية وبشعرهم وبثقافتهم وحضارتهم وإرثهم الكبير. أنا أعتقد أن مهمة المثقف ومهمة المجلات الثقافية الآن لا يقتصر دورها على الإصدار فقط وإنما على توسيع دائرة الاهتمام بالجيل الثاني من المهاجرين الذين تضعف بالضرورة صلتهم بالوطن، وهذه مهمة عسيرة وكبيرة تلقى على المثقفين العرب والعراقيين في المهجر. نسعى من خلال هذه الليالي إلى تقديم صورة مشرقة عن حضارتنا، عن ثقافتنا، عن بلادنا رغم كل ما تعيشه تلك البلاد من مآسي ومن حروب، ولكن هناك جانب مشرق هو الذي تقدمه هذه الليالي ونعكسه فيها. بصراحة أنا أعتبر يعني هذه بادرة طيبة، وهو أن تقام أمسية ثقافية مشتركة يمنية عراقية، وأتمنى أن تتوسع
فلتشمل كل أرجاء الوطن العربي. فأنا أعتبر هذه بادرة نوع طيب، وأشكر القائمين على هذا على هذه الفعالية، وأعتبرها ناجحة بكل المقاييس. بالنسبة ل يعني إقامة مثل هذه في أوروبا، مثل هذه الفعاليات، أنا أعتبرها يعني أيضا بادرة طيبة لتعريف الشباب العربي المولود في أوروبا يعني بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم في الشرق وربطهم بها، واختيار شخصية عربية في هذا الإطار أنا أعتبرها أيضا هي تتويج لهذا التعريف، تتويجا لهذا التعريف، أن يعرف المواطن العربي في أوروبا والذي ما عاش في الوطن العربي أن يعرف ثقافته من خلال هذه الشخصيات الكبيرة البارزة. شكرا. I'm gonna make it.